السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم بزاف د الحوايج. بغيت ندير ماسك وبغيت ندير كريم، ندير منه محلول للشرب منقوع اللي بغى يستعمله حتى للشرب بهذا المكون. هذا المكون الاساسي اللي هو اللبان الذكر او اللبان. في حقيقة هذا المكون هذا اللي هو كولاجين طبيعي اللي رائع جدا في شد البشرة. وانا اللي كان معجزني على هذا الفيديو شحال هذه ما درتوش. انا عارفة هذا اللبان ذكر انه زوين بزاف البشرة، انه ما كانش عندي هو خاصو يكون اصلي. تعرفوا شحال اللي جابوا لكم اصلي؟ انا حتى جابوا لي الزوج ديالي قال لي راه هو هذا الاصلي. المهم راه فيه طريفات صغار وفيه هاد الكبار، انا اختاريت غير هاد الكبار حطيتهم. هو ما كاينش هنا في المغرب الاصل ديالو، هو من سلطنة عمان كيجيبوه ولا من اليمن. فهو كيستخدموه في المواد التجميلية، هو المذاق مر، وهو يستخرج من شجرة الكندر، يستعمل في المواد التجميلية، ايضا يستعمل ك منقوع، يشرب كحمية الناس اللي بغاو ينقصوا من الوزن ديالهم. فكيديروا هاد الطريف ديال بحال هكا في الماء يكون بارد، نخليوه يبات. انتم غتشوفوا معنا الطريقه. صافي وكيتشرب الناس اللي بغاو ينقصوا من الوزن ديالهم، كيتشرب كبار وصغار حتى الاطفال. الاطفال اللي عندهم الذاكره اللي ضعيفه فهو يقوي الذاكره. ايضا يساعد على تنظيف الكليتين فاش كيتشرب. من بين الفوائد ديالو هو انه مفيد جدا لحب الشباب، بالنسبه للشباب، حب الشباب في الظهر ولا في الجبهه. كناخذو غير فاش كنديروه في الماء ولا في مورد بقطنا، كيبقاو يمسحوا به دوك الاماكن ديال الحبوب، فهو كينشف هذوك الحبوب. ودابا غادي ندوزو باش نبداو نحضروا هاد الوصفه هذه اللي بغينا نحضروا اليوم. وما ننساوش اننا نستعملوه كبخور، فهو عنده واحد الرائحه اللي طيبه وجميله جدا. نديروه نبخروا به البيوت ديالنا. فانا الوصفه اللي بغيت ندير معكم اليوم اللي سهله كما قلت لكم كتشد البشره، وغادي تبان لكم النتيجه من الاستعمال الاول. غادي ناخذ واحد القرعه ديال الزاج بحال هذه، وغادي ناخذ هذه الجوج، ناخذ غير جوج حبات ربع كبار بحال هكا. وعندي هنايا هذا الماء الورد، هذا الماء الورد هو اللي كنت استعملت، كنت قطرته غير في البيت بطريقه اللي سهله جدا. راه نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. هذا المورد هذا بقات فيه واحد الرائحه اللي زوينه فن فن بزاف. راه درته دابا تقريبا اكثر من 4 اشهر وبقى في الثلاجه، وبقات فيه واحد الرائحه اللي ما نقولش لكم، بقات فيه ريحه فنه. هو هذا اللي بغاه، واللي ما بغاش يديرو في البيت ديالو بطبيعه الحال راه غادي ياخذ اللي مال فيا خد شي ماركه مزيانه. صافي غادي ندير هادو، غادي ندير عليها المورد قياس. صافي وغادي نخليها حتى نخليها تبات. انا بدات درتها في الليل وغادي نخليها حتى الصباح ان شاء الله نتلاقى. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا هذاك المورد انا اللي كنت قطرته راه جا لهاد اللون بقى اصفر، فما غاديش يبان لكم فاش غادي يذوب، ما غاديش يبان لكم كيفاش غادي يولي. المهم غادي نخلي هذا، انا غادي ندير به الشيء اللي بغيت ندير به. وهذا خديت هذا الماء، هذا الماء الماء العادي. غادي ناخذ واحد الطريف وغادي نديرو فيه باش تشوفوا كيفاش كيولي اللون ديالو. صافي غادي نخليه بحال هكا، نخليه يبات حتى هو حتى للصباح ان شاء الله.
اليوم صباح الحال، وكما قلت لكم غادي نبيت لبن الذكر في الماء ورد. هو هذا، نبقاو مره مره نحركوه بحال هكا، مره مره نحركوه في الماء، ندوزو حداه نحركوه بحال هكا. هذا هو اللي في الماء ورد، وهذا ما غاديش يبان لكم حيت شوفوا كيفاش اللون ديالو جا مع الماء ورد اللي كنت مصايبه في الدار. وهذا هو اللي درت مع اللي صايبت بالماء، راه باقي كيدو. الاصلي ولا اللي كنسمع عليه اصلي مزيان، قال لك هو اللي ما كيذوبش كله، كيبقى فيه كيبقى شويه فيه بحال هكا، قال لك هذا هو الاصلي. انا بدا متاكده منه ان شاء الله غادي يكون هذا هو الاصلي، حيت المهم حنايا هاد اللبن الذكر غندير منه شحال من حاجه غنديرها منه. هذا قلنا اللي درناه في الماء، فهو غادي ناخذوه ك شراب منقوع بحال هكا. كما قلت لكم اللي الناس اللي بغاو الحميه اللي بغاو ينقصوه ياخذوه يكثروا، بطبيعه الحال غيديروا قرعه كبيره ويكثروا وياخذوه ثلاث المرات في النهار يشربوا منه، راه مزيان للريجيم. والاطفال اللي عندهم ضعف في الذاكره حتى هو راه مزيان، كما قلت لكم اللتا وجميع. المهم هذا هو نحيدوه هذا في الماء. كيبقى هذا اللي في الماء ورد، حتى هو غادي ندير منه كريم وغادي ندير منه ماسك. غادي ندير الكريم هو الاول، غادي ناخذ واحد السليفه بحال هكا. واللي بغى يكتفي غير بهذه الطريقه هذه، انه يخلي غير الماء ورد مع هذا اللبن الذكر، ويمسح بهم، ناخذ غير واحد القطنه ونبقاو نمسحوا بها الوجه ديالنا دائما مسحوبه باستمرار. ولا نديروه في واحد الرشاش من الاحسن، وكنرشوه بالرشو الوجه ديالنا. المهم غادي ناخذ دابا هذا الماورد اللي فيه هذاك اللبن الذكر، وغادي ندير معاه واحد المعلقه ديال النشا، معلقه كبيره. هذا درت دابا جوج صغار انا، غادي نخلطو وغادي نديرو في حمام مريم، وغادي نخليه دابا فوق البوطه ونبقى نحرك فيه بحال هكا باستمرار، حتى غادي يعقد هذا الخليط وغادي يولي ليا على شكل كريم. المهم هذه هي الطريقه الاصليه باش كان يصايبوا الكريم ديال اللبن الذكر، كيديروها حتى في التعاونيات. هذه هي الطريقه اللي كيديروا، اننا كنديروه في حمام مريم دابا بحال هكا، انا درته فوق البوطه وغادي نبقى نحرك فيه باستمرار، نخلط بحال هكا حتى غادي يعقد صافي، وغادي نحيده صافي. هنا من بعد ما عقد هذا الخليط حيدتهم فوق البوطه صباح على هذا الشكل هذا. غادي نجيب واحد القريعه تكون ديال الزاج، من الاحسن تكون ديال الزاج، وغادي نوضعو فيها. كيف ما كتلاحظوا معايا انا راه قرعه كبيره والكريم غير شويه. المهم انا هذا راه غادي يقدني، ومن بعد ان شاء الله نزيد. نتوما كثروا، كل واحد يدير على قد جهده صافي. غادي نديرو في الثلاجه دابا. المهم جربت دابا شويه في ايدي ولقيت فيه واحد ملمس، واحد النعومه لاي وحده غادي تبغيها. ودابا غادي ندير منه الماسك. بالنسبه لهذيك اللي ديال الشرب فانا خاصو يتصفى عاد نقدروا نشربوه. هنا هذا عندي الحمص، حمص اللي مطحون، كتعرفوا حتى هو الفوائد ديالو شحال مزيان، حتى هو البشره كيوحد اللون ديال البشره وكيصفيها كينقيها. فغادي نخلطو دابا مع هذاك المعلقه، وغادي ندير شويه من شفتو كيبقى راه ما دابش كله. صافي غير بحال هكا، وغادي ندهن به البشره ديالي، الوجه ديالي،
ونخليه حتى ينشف واحد 15 دقيقه صافي. ونغسلو عادي بالماء البارد، وبغيت نزيد فيه شويه الحمص. ودابا نمشي ندير هذا الماسك لوجهي، وشكرا لكم على المشاهده، ما تنسونيش في لايك، والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.